خير يا استاذ. مساء الخير نعمس. استاذ دينا غني التعريف، بارك الله عليك استاذ. الان احنا في اطار كنجدوا شريط وثائقي ثقافي انثروبولوجي على المدينتين، اول خطره كيتوحدوا في 2020 نشوفوا مدينه واحده. هذه الرغبه ديال الشعب، الرغبه ديال السلطان ديالنا. احنا في هذا الاطار كنديروا هذا الشريط الوثائقي، وما نسيناكش باعتبار بانك رمز حاولتي انه دير نتغناو يعني الشعب السلاوي الشعب الرباطي تغنى بالكلمات ديالك الجميله من خلال اغنيه انا سلاوي انا رباطي. اذا كيفاش استاذ طيب استاذ احمد طيب العلج، كيفاش جاتك الفكره انه واش كنتي كتسالى في المدينه ديال الرباط والسلاوي؟ اولا لما جيت اولا لما جيت من مدينة فاس الليلة الأولى بتا فسلا، ولاحظت بأن سلا عاطية الظهر البرغريك، والمدن في العالم اللي تجولت فيها كلها دائما اللي تيكون نهر في القيمة ديال البرغريك المدينة كدور وجهها داك كذلك الرباط. ثم ان قضيه السلاوي والرباطي كان واحد الموضوع حساس جدا ودقيق جدا، ومع ذلك كتبت مشروع بورغراك. السلاوي والرباطي غير يعني توطئه بريتكست، اما الجوهر هو مشروع بورغراك، لان هذاك النهر خصنا نستغلوه لأنه هو قطب الراحة في سبيل توحيد المدينتين، لأنه هو الخيط الموحد للمدينتين. وهذه القضية خممت فيها هذه 44 سنة باش كتبت السلاوي والرباطي، ورغم أن الموضوع دقيق جدا يعني تقبلوه سلاويا بصدر رحب وتقبلوه رباطيا بصدر رحب، وما خليتش شي غير الرباطي والسلاوي، زدت حتى الجنوب والمراكشي والفاسي وجميع اقطاع وجميع المدن المغربيه، لاننا احنا امه واحده. وهذا هو الشيء اللي عملت باش هذا هو الخطاب اللي كان عندي بكل بساطة. يعني يا أستاذ زيد واحد شوية سامع عليك، يعني أنت كتعتقد بأنه هذا تنبؤ فني؟ يعني مني قلتي لنا هذه 45 سنة، منين عيط لك الثقل، واش تعتقد بأنه عيط لك غتكون رمز ديال هذه الوحدة أو لا كفنان؟ وكيفاش كتشوف بان هذه الاغنيه دابا الاجيال الجيل ديال الستينات والسبعينات والثمانينات، واش الجيل ديال 2000؟ الاستاذ الثقل تشوف بان الكتابه الاولى هي بمثابه الفصل الاول من مشروع بورغريك، وطلب مني نكتب مرحله جديده وكتبتها وربما سترى النور، الا ان الفكرة هو حقيقة إلهام من الله. أنا دائما خممت بأن الأشياء الموحدة الموجودة في الطبيعة للمدينتين ولأهل المدينتين أكثر من الأشياء اللي يمكن تفرق المدينتين وأهل المدينتين. عناصر التوحيد كاينة، وبرقراق يعني هو الموحي بالتضامن بالترابط بالوحدة بالعمل الجاد على خلق مدينة كبيرة سميتها سلاو الرباط، اللي كنا نعملو باش تزدهر وتكون مفخرة لبلدنا بالرمة بالنسبة للزوار، بالنسبة اللي غادي يجيو يزوروا المغرب، يجيو للرباط وسلا يشوفوا عاصمة ديال المملكة فيها أشياء جميلة وأشياء
تحمل الزائر على أن يعود، بل يرغب أصدقائه وعشيرته وأسرته ومعارفه في العودة والزيارة، لأن هناك ما يغري بالزيارة والعودة لهذا البلد الكريم. آخر سؤال هو أستاذ، ممكن تجي أنت معروف بالذاكرة ديالك والكلام ديالك الجميل، ممكن ترجع بينا وتقول لنا غير واحد، سواء عن طريق الكلمة أو عن طريق يعني الأغنية أنا سلاوي أنا رباطي؟ يعني أتصور أن هذا الأغنية كتبتها هذه 40 سنة ولا 45 سنة، وما كتبتش غير أغنية واحدة، كتبت أغاني كثيرة. القضية اللي يمكن لي نذكر بأن الخطاب في هذه الأغنية هو السلاوي والرباطي والفاسي والمراكشي والأكاديري والطنجاوي والوجدي والأسفي والعيوني ويعني والساكن في طرفايا طرفاوي. هاد الناس كلهم هما المغرب، احنا كنا المغرب، يعني كل بحيث المدن ديالنا من فضل الله عليها ان كيتواجدوا فيها القبائل كلها. مثلا الى مشينا لفاس، فاس كنصيبوا فيها السلاوي سميتو السلاوي هو فاسي، والرباطي سميتو الرباطي هو فاسي، والمراكشي والأكاديري والتفراوتي، لأن العناصر الوحدة عندنا أكثر من عناصر الفرقة. ويا ربي هدينا نتوحدوا ونكونوا أمة واحدة بكل العناصر اللي كتكونها، لأن الله خلقنا أمة واحدة، وهكذا غادي نبقاو إلى أبد الأبدين. الله يعافيك أستاذ. غير دابا إلا كان ممكن أستاذ بس بقى لنا الذاكرة، يقول لنا غير ولو غير 20 ثانية أنا سلاوي أنا رباطي، يعني يعني الروح ديال الفيلم يبقى. يعني والله أنا سلاوي أنا سلاوي أنا رباطي، أسلاوي قل لي قل لي قل لي أش عملتي، وأنت يا رباطي قل لي قل لي أش عملتي. تكيقول تكيجي المراكشي انت سلاوي وهو رباطي، كيقول عندك وتنساو الجنوب. شيء يا اخي شنو نقول لك، يعني احنا عشاق الشعب المحبوب، عندك وتنساو الجنوب، حتى احنا عندنا مشاريع من الام من من ام من من ام الربيع الى اخره. يعني شنو نقول لك، يعني غابت عني هذه الكلمات، وان كنت يعني هي بنت وقتها وبنت ساعتها. والحاجه اللي يمكن لي نقول هو انها ساعه فاش كتبت هذه الاغنيه تكتبت بواحد الجراه كبيره، لان هذا الموضوع دقيق، الموضوع ما بين السلاوي والرباطي موضوع دقيق جدا، ولكن التناول ديالو كان يعني مقبول، وقبلوا الرباطي وغناه، وقبلوا السلاوي وتغنى به. وعندما نتغنى بأشياء لابد أن تكون المنطلقات ديالها هي المحبة. احنا شعب يجب أن تسود بيننا نزوعات الحب، المحبة هي احنا، احنا شعب نحب ولا نضمر لأعدائنا، ما عندناش الأعداء، احنا ناس ما عندنا غير الأحبة، حتى جيراننا أحبابنا، كل شيء أحبابنا، احنا دائما يدينا مدودة بالحب بالصفاء بالعمل بالإيمان بأن الأخوة هي اللي غادي تبقى في النهاية. الله يخليك أستاذ، الله يجازيك بخير. بارك الله. شكرا بزاف عندك. الله يخليك أستاذ، شكرا بزاف. ما ديش واحد شي نظرة على هذيك.